السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم مصطفى. إزيكم؟ وحشتونا، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معانا النهاردة مزاد زغليل زاجل للبيع. المجموعة دي كلها حوالي 7 أجواز أو أكتر، لسه هنقدهم، هنحطهم في الكراتين ونشوفهم قد إيه ونقسمهم على مجموعات. هم عبارة عن ألوان الأسود والبديري والمفصص والإزازي. زي ما حضراتكم شايفين، هنقسمهم علشان نقدر نشوفهم أكتر، هنقسمهم على مجموعات ونحط كل مجموعة في كرتونة ونشوف حسب اللون وعلى حسب العمر إن قدرنا يعني مجموعتين ثلاثة أو أربعة، مش عارف لسه، هنشوف ونصورهم ونقول لكم مع بعض. نبدأ بالمجموعة الأولى. المجموعة الأولى جوزين إزازي وجوز مفصص، يعني 3 أجواز زغليل. طبعا كلهم معتمدين، لكن فيه اللي فيهم فاكك ريشة واتنين، وفي 3 ريشات كمان فيهم. الفرد الإزازي ده فاكك 3 ريشات، وافتكر اخوه يمكن في واحد تاني كمان فاكك ريشتين في المجموعة دي. يبقى دي المجموعة الأولى، جوزين إزازي وجوز مفصص. نقرب. بسم الله ما شاء الله. طبعا حضراتكم عارفين اللي بنعمله مع الزغليل، اللي هي عمر من سبعة ايام او من 8 ايام، نعطيهم 3 ايام في لاجيل، وقاية من الكنكر وانتفاخ الحوصلة، زائد ان احنا عاطيين الزغليل والحمام كله علاج وقاية من الديدان. احنا بنعطيه يعني كل 3 شهور، لكن هم دول حظهم خدهم العلاج بتاع الديدان، فاللي ياخدهم مش هيعطيهم حاجة ان شاء الله، تلاقيهم تمام ان شاء الله. طبعا لسه في هنخليهم 3 مجموعات. بالنسبة دي المجموعة الاولى، هنبتدي كل المجموعات زي ما قلنا ان هم هيبقوا 7 أجواز. هنقول كل المجموعات من سعر بداية المزاد 50 جنيه. شروط المزاد زي ما حضراتكم كلكم عارفين، الاستلام في دمياط، واللي يزود هيزود من خلال تعليقات الفيديو على اليوتيوب. حتى لو انا نشرته على الفيسبوك فما فيش بيع على الخاص يا جماعة، البيع على العام على الفيديو على اليوتيوب. يزود 5 يزود 10 زي ما هو عايز، لكن احنا بدأنا المزاد ب50 جنيه. طبعا حضرتك هتقرأ التعليقات علشان تزود عن اخر تعليق. تحدد لي رقم المجموعة، تقول المجموعة الاولى، المجموعة التانية، او المجموعة التالتة، المجموعة اللي تختارها، وتكتب السعر، وياريت كمان تكتب رقم التليفون اللي اقدر اكلم حضرتك عليه او حضرتك، على حسب اللي محتاج الزغليل دي. يعني كده دول 3 أجواز، نشوفهم من الداخل عن قرب اكتر. بسم الله ما شاء الله. زغليل ناشفة يا جماعة، مش زغليل طرية لسه يعني، لا زغليل ناشفة ما شاء الله، بتاكل لوحدها، تحط لها تاكل وتشرب مش هتحتاج حاجة. المجموعة التانية جوزين ازازي كلهم معتمدين، لكن فيهم الجوز اللي هو الفاتح ده فاكك ريشتين، يعني باقي عليه 8. الجوز الفاتح ده، اما الجوز التاني الغامق ده اللي هو البديري ده، البديري الصريح ده اللي هو معتمد لكن لسه ما فكش ولا ريشه. برضه بدايه سعر المزاد في المجموعه دي برضه 50 جنيه زي ما قلنا لكل المجموعات. حضرتك اللي هتحدد السعر، احنا مش هنحدد السعر، حضرتك اللي هتحدد السعر. احنا بنعمل المزاد ده يا جماعه تحطيم للاسعار،
مفيش غلاء بعد النهاردة، انت اللي هتحدد السعر. المزاد دعاية للقناة، المزاد بتاعنا دعاية للقناة يا جماعة، مش عشان الربح. 50 جنيه بداية المزاد زي ما قلنا، هتزود في التعليقات وتقرا اخر سعر وتكتب رقم المجموعة والسعر اللي تحدده زيادة عن السعر اللي قبلك، 5 10 زي ما تقول. وياريت تسيب لي رقم التليفون زي ما قلت، ونخش على المجموعة التالتة. المجموعة التالتة جوزين زاجل برضو اسود، كلهم يا جماعة زاجل، كل الحمام زاجل، لكن هي الوان. الجوزين دول اسود معتمدين، افتكر ما فيش فيهم حاجة لسه فكت ريش، او ربما يكون فيهم واحدة اللي هي جوه دي، مش عارف فكت ريش او لسه، مش فاكر والله، لكن هي مش هتفرق يعني. كلهم بسعر الزغاليل بداية سعر المزاد اللي هو 50 جنيه، الجوز 50 جنيه للجوز بداية سعر المزاد. يبقى اخر مجموعة معنا اللي هم الجوزين الاسود دول. ما تنساش اللي هو اهم شرط اللي هو الاستلام في دمياط. ليه الاستلام في دمياط؟ علشان حضرتك تيجي وتشوف الزغاليل بنفسك، تحب تاخدها تحب او ما تحبش، برضو تشرفنا ونتعرف بحضرتك. طبعا يا جماعة نسيت اقول ان الزغاليل دي مش مدبلة، انا كنت بدبل لكن السنة دي لسه مدبلتش، ما كانش عندي دبل، لكن دي زغاليل غير مدبلة، مفيش فيها رجلها دبلة يعني. دايما بقول ان اللي عايز يبدأ تربية جديد او اللي مش مربي يبدأ بزغاليل زاجل. زغاليل يا جماعة مش شباب ولا حمام كبير، زغاليل علشان تتعود على المكان عندك. احسن حاجة تبدأ بها تربية حمام الزاجل، حمام تحضين كويس تقدر تاخد منه زغلول كبير. لو انت تحب تخش بيه مسابقات هتدخل تدربه وهتدخل بيه مسابقات في الاتحاد، او لو انت عايز تربيها تاكل من ولادها بتطلع زغلول حجمه كويس. سعرها مش كتير، لو حصل لهم اي امراض لا قدر الله بتقدر تعالجه. الحمام الزاجل مناعته اقوى من الحمام العادي او جميع الانواع التانية، من اقوى المناعة في الحمام هي مناعة الحمام الزاجل يا جماعة. كده يكون خلصنا موضوع فيديو النهاردة. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، اشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا هي الزغاليل طايرة عندي في المكان، لكن انا عندي المكان مقفل مفيش اي فتحات، انا مقفل بسلك. الحمام ده طاير في الاوضة بس، ده اللي انا نسيت اقوله في الفيديو، لكن دي لازم للامانة ان انا اذكرها. الحمام الزغاليل طايرة في المكان في غرفة مغلقة، ما شافتش الجو يا جماعة. انا مقفل بسلك الحمام، بطيرش حمام. وإلى فيديوهات قادمة إن شاء الله.